دبلة مين يا ماما اللي انا البسها؟ حاسس ان كل حاجه معايا. بس صوت حلو. ميرسي. شكرا. شكرا. انت ادرى بقى، انت ادرى وطيب محترم، انت ادرى. لكن انت اللي عشت معايا، انا ما عشتش معايا. بس رحت شوية والنجدة جاتلي، قلت لهم يا جماعة أنا كمان بحبك يا ساندي. النجدة جاتلي والمهم إن هو امتنع عن تنفيذ قرار نيابة، امتنع عن حكم محكمة. أكلم بتوع الأمن بتوع الكومباوند وقال لهم تطلع على الاسم وتروح تشوف لها حل، ملهاش حاجة عندي ومش هتخش. بس لما جوي شاطرة يا ريم، ماشي. لما جوي لما جت النجدة، الضابط بيقول للأمن ايه اللي حصل، قال له مفيش، هو امبارح وهو داخل قال انا طلقتها وهي ملهاش ان هي تتمكن، انا كده كده حتى لو متطلقة ليا 3 شهور عدة. الفكرة يا جماعة ان التمكين مش معناه ان انت تعيشي معاه. انا اتمكنت. شكرا يا مرام. هو في حد بيقول حاجة يا مرام انا مش شايفها؟ يا اماني. بس ده اللي حصل يعني. فهو ممتنع ان هو يديني حاجتي، حتى لبسي. مش نقول ان هو خد ورق القايمة وخد المؤخر وخد الحاجة دي كلها، بس هو الفكرة كلها ان هو اختلطت عليه الامور. يعني اختلطت عليه الامور ان هو هيعرف يعمل كده مع مين. انت بتعمل كده مع كل الناس. يعني انا من بعد ما فتحت الاكاونت ده وانا من المغرب وتونس وجزائر ودبي، دبي دبي دبي، تجمع الناس كلها مستوية منك، وانا ما كنتش عارف الكلام ده. يعني بنات متاخد حقوقها وفلوسها واوراق عرفي وهدومها وهدايا الماس وهدايا عربيات وكويتة. انت عملت كل ده مع الناس دي، ممكن هم عشان ما تجوزتهمش رسمي. انت جيت عندي اتجوزتيني ليه؟ عشان تداري ايه؟ يعني انت تعرضت لايه قبل ما تخطبني عشان كده قررت انك تروح تتجوز؟ ايه الحاجة اللي انت كنت بتداريها؟ الحاجة دي انا عرفتها. بس